السلام عليكم. عليكم. أهلا وسهلا بجميع السلام المشتركين عليكم. في كورس هندسة النفط يتألق شابتر جامعة البصرة لجمعية مهندسين النفط العالمية باستضافة البروفيسور عامر جاسم الخفاجي في شابتر جامعة البصرة، حيث يقدم البروفيسور عامر جاسم الخفاجي كورس بعنوان الاستكشافات النفطية والمكامن والأنظمة البترولية للعراق. الخبرة العلمية للبروفيسور حصل على درجة دكتوراه من جامعتي بغداد وستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية 2010، استاذ في جيولوجيا البترولية والكيمياء العضوية وأنظمة النفط، بالإضافة إلى الجيو آثا وعلم الحفريات. درس مقررات في أنظمة النفط وعلامات الجي الحيوية في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009. يشرف على عدد من الطلاب الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، يدرس في قسم الجيولوجيا بجامعة بابل حتى الآن. لديه خبرة واستشارات في مجالات والعلامات الحيوية واستكشافات الهيدروكربونات ونمذجة الحوض والجيو آثر والتطبيقات البيئية للمواد العضوية والرسوبية. لديه مهارات وخبرات في جيولوجيا البترول الكيميائية العضوية والعلامات الحيوية وأنماط اللقاحات الأرينكا، استكشافات النفط، الفيزياء البترولية ونمذجة الحوض. نشر أكثر من 35 مقالة علمية، شارك في أكثر من 60 مؤتمر علميا داخل العراق. أهلا وسهلا بك بروفيسور عامر. وسهلا بكم بيت وبيكم جميعا، يعني والشرف ان اكون بيناتكم اليوم لاعطاء هذه المحاضره. شكرا جزيلا لكم. راح احاول ادخل على المحاضره. واضح امامهم البوينت؟ صوت مسموع؟ نعم مسموع واضح. ايوه دكتور. السلام عليكم. المحاضره مال اليوم راح نجي على نحاول نستكشف الاستكشافات النفطيه بالعراق، الاحتياطيات والانظمه البتروليه بالعراق بشكل عام، حتى يكون مدخل للكورس مالتنا. المصادر اللي استخدمتها بهاي المحاضرة هي أمامكم، تقرير اليو اس جي اس بال 2000 والفيرما 2004 والبان 2004 ورابوسكي بال 2014. تاريخ الاستكشافات النفطية في العراق. التنقيب بدايته كان بالعراق عند نفط الغاز في عام 1902 في 1902 عندما تم حفر بئر على تركيب جيسرخ في عام 1919. بدأ التنقيب الاستكشافي في منطقة النفط خانة، مما أدى إلى استكشاف أول حق نفطي مسمى في ذلك الوقت حق النفط خانة في عام 1923. في عام 1927 كان نقطة تحول لاستكشافات النفط بالعراق، لأن اكتشفوا أول بئر في الكركوك غرغر اللي هو طبعا يتدفق بنفط عاليا اكثر من الحفر، وصل الى 50 متر فوق برج الحفر وهدد القرى المجاوره ومدينه كركوك، وبقي الحال 9 ايام نفط يعني يجري بدون سيطره حتى تم السيطره على الحقل، واصبح ينتج يوميا 95 الف برميل من النفط يوميا. وهذا الحقل طبعا مثل ما تعرفون لحد هذه اللحظه ينتج النفط بكميات هائلة جدا من 1927 وإلى اليوم. على الرغم من النجاح في حقل الكركوك، الجهود الاستكشافية الرئيسية لشركة البترول العراقية اللي كانت تعمل في مجال الاستكشاف في ذلك الوقت قبل الحرب العالمية الثانية استمر وتركز الاستكشاف في الجنوب الشرقي من حزام زاغروس، لأنه الاستكشاف في شمال العراق كان أسهل باستكشاف في جنوب العراق، والسبب أنه التكوين والطيات كانت واضحة على السطح، إضافة أنه في كركوك كان النفط يعني يخرج السطح على شكل سيبج، وهذا النفط الموجود على السطح هو كانت إشارة واضحة أنه أكو نفط هنا، فالاستكشاف يكون أسهل. يعني اكتشاف حقل البرقان العملاق في الكويت عام 1938 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة
ركز الانتباه هنا بالاستكشافات النفطية في جنوب العراق. وهكذا عندما استأنف الاستكشاف بعد الحرب العالمية الثانية، توجه شركة نفط العراق باكتشاف حقل الزبير عام 1948 كأول حقل نفطي في جنوب العراق. بعدين ثلاثة حقل الرملة بعد خمس سنوات في عام 1953. حقل الرملة ينتج أيضا من ذاك الوقت لحد اليوم يوميا يعني ينتج تقريبا مليون برميل باليوم حقل الرملة لوحده. التنقيب لاحق في منطقة زاغروس استمر طبعا التنقيب في شمال العراق وفي جنوب العراق. التنقيب لاحق في منطقة زاغروس ومنطقة الطيف أدى إلى اكتشاف حقل آخر في حقل الحسن 1953 وحقل جنبور 1954 التي لا يزالون للآن يعني حقول منتجة بكميات هائلة من النفط. أدت المرحلة التالية في نشاط الاستكشاف الرئيسي الذي بدأ في أوائل السبعينات اكتشاف العديد من الحقول الأخرى مثل حقل أبو غرب 1971 وحقل غرب القرنة أيضا 73 جبل فكة 1974 وصفية 1074 والصبة حقل الصبة من ناصرية 76 شرق بغداد 76 وحقل البلد 76 وحقل المجنون 1977 وحقل عجيل 78 اللي كان يسموه صدام قابل سابقا وحقل عمارة 80 ومرجان 83 في مناطق الفرات الأوسط أيضا غرب الكفة 87 بإمكانات عراقية وطنية فقط. مثل ما تعرفون ب 73 العراق أمم شركات النفط وأصبحت الشركات العراقية هي الوحيدة اللي تشتغل بالعراق من حيث الاستكشاف والإنتاج والحفر والتصدير يعني بشكل 100% تقريبا الشركات العراقية هي اللي كانت تستكشف وهي اللي كانت تحفر وهي كانت تنتج وتصدر يعني. وهذه الحقول كلها اكتشفت في هذه من قبل الجهد العراقي فقط يعني. بعدين طبعا الحرب العراقية الإيرانية أثرت على الاستكشاف ووراها جاء الحصار من عام 1988. كان الاستكشاف في العراق محدود بسبب الحصار الأمريكي على العراق في ذاك الوقت في التسعينات. فلحد ذاك الوقت تقريبا العدد الإجمالي للآبار المكتشفة الحقول المكتشفة تم حفرها 125 بئر بئر استكشاف 125 بئر في حقول مختلفة من العراق وهي يعني فد استكشافات مهمة جدا كانت بجهود عراقية. الشكل هذا يوضح لنا مخطط مقارنة احتياطات النفط المؤكدة في الشرق الأوسط مع بقية احتياطات العالم. على مستوى الشرق الأوسط طبعا هو مثل ما تعرفون الشرق الأوسط يمتلك تقريبا 70% من احتياطات النفطية بالعالم اللي هو من ضمنها العراق يعني. الشرق الأوسط احتفظ تاريخيا بحصة ثلثي احتياطات النفط العالمية مثل ما تعرفون باستثناء عام 2003 عندما كانت هناك زيادة في احتياط النفط الكندي. في كندا كان الاحتياطي يعتبروا 5 بعدين اكتشافات النفطية صعد إلى 180 مليار برميل خلال تضمين رمال البرت النفطية فأصبحت يعني نسبة النفط بالشرق الأوسط قلت مثل ما تشوفون يعني بالشكل هنا يعني بال 2002 إذا تشوفون أكو صعد الكيرف العالمي ريست أوف ذا وورد صعد وراء 2003 بسبب اكتشافات النفطية الموجودة في كندا. احتياطات وموارد النفط والغاز في العراق. احنا راح نناقش 3 مكونات من الامكانيات البترولية للعراق. راح نناقش احتياطيات بفيما ذلك تحليل المكامن النفطية اللي تحوي على النفط. وراح نتحدث عن الاحتياط المحتمل للمكامن او النمو في الانتاج ونتحدث عن الموارد غير المكتشفة. العراق لديه 6 حقول عملاقة جدا عدا نهر عمر طبعا. مع احتياطات قابل الاسترداد تبلغ حوالي 84.8 بليون برميل من النفط و11 حقل عملاق. طبعا تعرفون حقول العملاقة جدا أجنت والعملاقة مع احتياط قابل الاسترداد تقريبا 22.6 بليون برميل من النفط
فيصبح المجموع 17 حقل عملاق وعملاق جدا، مع احتياطي 107.4 تريليون برميل من النفط من الاحتياطات القابلة للاسترداد. وتشكل هذه الاحتياطات حوالي 88% من احتياط العراق القابل للاسترداد، مع 113 تريليون برميل نفط من الاحتياطات المؤكدة. يحتل العراق المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية 259 احتياطي من الشرق الأوسط، والثالث في العالم إذا تم النظر في الزيادة الحاصلة في احتياطات كندا من 5 إلى 180 بليون. يعني تشوفون إيش قد عندنا احتياطات ضخمة كلش بالعراق اللي يجي بعد المملكة العربية السعودية والثالث عالميا. فهذه طبعا احتياطات يعني أبد مو سهلة وضخمة جدا يعني. وطبعا الحروب اللي صارت بالعراق هي كلها تعرفون معظم الحروب بالعالم هي على مصادر الطاقة. وأعتقد الحرب الاحتلال الأمريكي للعراق هو كان أحد أسبابه هو موارد الطاقة الضخمة اللي يمتلكها العراق يعني. حتى نعرف شنو الاحتياط، أنتم تعرفوها هاي بس إحنا على مود بس نفهم، الاحتياطي المؤكد نسميه بروفت، والمحتمل بروبال، والممكنة بوسبل. حتى بنتحدث نقول مؤكد شنو معناه والمحتمل شنو معناه، والاحتياطات الممكنة أيضا بوسبل حتى نعرف شنو معناه. البروف يقصد به الاحتياطات المؤكدة أو المتبقية على أنها كميات نفط وغاز التي يمكن من خلال تحليل البيانات الجيولوجية والهندسية تقديرها بدرجة معقولة من اليقين والتأكد حتى تكون قابلة للاسترداد تجاريا 90% من تاريخ معين فصاعدا. البروبول هي احتياطات محتملة، تلك الاحتياطات غير مؤكدة التي يشير تحليل البيانات الجيولوجية والهندسية احتمال استعادتها على الأرجح نسبة 50% إذا تم استخدام الطرق الاحتمالية. البوسبل معناه الاحتياطات المحتملة هي الاحتياطات غير مؤكدة التي يشير تحليل البيانات الجيولوجية والهندسية إلى أنها أقل قابلية للاسترداد من الاحتياطات المحتملة بنسبة 10%. إذا إجمالي أحجام النفط في العراق بما في ذلك الاحتياطات المؤكدة والمحتملة والممكنة والإنتاج التراكمي احتمالا من نهاية عام 1998 لغاية 2004 كان هو 136 بليون برميل من النفط و108 تريليون كيوبك قدم مكعب من الغاز الطبيعي من 84 حقل نفط موجود. من بين هذه الحقول هناك 23 حقل منتج في هاي الفترة يعني الفترة لغاية 2004، 41 حقل غير منتج و20 حقل غير تجاري يعني بالقياس للبقية الحقول. هنالك 17 حقلا اضافيا تتراوح احتياطها من مليون برميل من النفط الى مليار برميل. اما ليش احنا مثلا هي فقط 43 حقل منتج؟ فمثل ما تعرفون انه انتاج النفط بالبلد مرهون بالسماح بكمية تصدير النفط. يعني على سبيل المثال انه العراق ممكن يصدر 3 مليون برميل نفط باليوم، فهي مو من المنطقي أن أشغل كل الحقول اللي عندي موجودة أنتج منها نفط وما أقدر أصدر، لأنه التصدير مالتي 3 ملايين فقط باليوم أو 4 ملايين حسب الاتفاق منظمة أوبك أو منظمات العالمية إيش قد تسمح لنا نصدر نفط يعني. يعني بالعراق على سبيل المثال حقل كركوك ينتج مليون برميل، وحقول الرميلة تنتج مليون ونص، والقرن هم تقريبا راح ينتج مليون. يعني بين ثلاث حقول بس احنا نقدر نصدر من عنده 3 ملايين ونص برميل باليوم اللي هو مسموح لنا نصدر من عنده، وممكن نقعد كل الحقول النفط الاخرى من الانتاج. اللي يحصل الان انه كل الحقول بالعراق ده تنتج وتصدر، مع العلم انه المسموح لنا نصدر به بس 3 ملايين الى 4 ملايين برميل باليوم، فما اعرف وين تروح النفط الباقي. الاحتياط المؤكد تحتوي الحقول المنتجة البالغ عددها مثل ما قلنا 23 حقل على المنتجة طبعا اللي قلنا عليها، هاي الحكي لغاية 2004. وراء 2004 جرت تراخيص الآن شغلت يعني العشرات من حقول النفط الأخرى وبدأت بالإنتاج حاليا. يعني 23 حقل المنتج قبل 2004 تحتوي على 7.83%
83.3% من احتياطات النفط القابل للاستخراج في العراق، و 78.3% من احتياطات الغاز القابل للاستخراج. اكو إلها في الصخرة مصدرية كونتها، واكو في الطريق هجرة معين صار به، اكو في السيستم معين صار، يعني هذا النفط من الصخرة المصدرية لحد ما اجى بال، وهذا يعتمد على الوضع المتمين. هذا حق الوادي الرافدين، منطقة وادي الرافدين، اي نظام بترول يختلف عن الزاغروس فولد عن فيرست بيلت اللي هي على اليمين تشوفوها، والمنطقة الغربية من العراق ايضا تختلف النظام البترولي. راح نجي هسه نشرح بعسرية حتى نعرف هاي المناطق شنو اختلافات النفطية اللي بيها. كل حوض رسوبي، كل حوض رسوبي طبعا نفط حتى يتكون لازم اكو له حوض رسوبي. هذا الحوض هو اللي ترسبت به الطبقات المكمنية وطبقات السورس وطبقات الغطائية، وبعدين بالفترات اللاحقة حصلت عملية تكتونية رفعت هاي المنطقة اللي فوق وسوت الحقول. الاحتياطات البترولية والموارد غير المكتشفة بالعراق، هسه غير المكتشفة. العراق يعتبر من أكثر الدول بالعالم ثراء بالنفط، وهاي حقيقة معروفة للجميع، وقد يصبح بالمستقبل أحد المنتجين الرئيسيين بالعالم، يعني قد نتعدى الدول الأخرى. يعني تقدر موارد العراق البترولية لغاية 2000، المسح الجوج الأمريكي قدرها بال2000، يعني قبل أن تحتل أمريكا العراق، ب 184 مليار برميل، وتشمل طبعا احتياطات النفط والغاز الطبيعي والموارد المكتشفة بالعراق. احتياطاتها طبعا ما احتياطات المؤكدة مثل ما حكينا، المؤكدة والمتبقية البالغة 113 مليار برميل من النفط اعتبارا من 2003. يحتل العراق أصبح بعد 2003، بعد جوات التراخيص والاكتشافات الأخرى، أصبح العراق يحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية مع 259 مليار برميل من النفط في الشرق الأوسط. تحتل احتياطات العراق المؤكد البالغة 10 تريليون قدم مكعب من الغاز، المرتبة العاشرة بالعالم حسب تقديرات اليو اس جي اس بال2000. أما الآن طبعا تقريبا العراق يحتل المرتبة الخامسة بعد الاكتشافات الغازية اللي صارت بعد 2003. أكثر من 100 حقل نفط وغاز مكتشف في العراق لحد الآن، تم إنتاج أكثر من 25 مليار برميل. إذن لغاية 2004، لغاية قبل ما تعمل جواز التراخيص بالعراق، أكو كان 100 حقل نفط وغاز مكتشف. الإنتاج منذ اكتشاف النفط بالعراق ولحد 2004 تم إنتاج 20 مليار برميل من النفط، وتم إنتاج 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لحد الآن. يعني معناه باقي عندنا الكثير من النفط والغاز إن شاء الله. يتوافق النفط والغاز تقريبا في العقول واقعة داخل حوض وادي الرافدين مثل ما قلنا في هذه الخريطة اللي شفتوها انتم، هاي وادي الرافدين، هاي المناطق التقسيمات بدأ وبعد تطورت التقسيمات التكتونية لاحقا سووا عليها تعديلات. معظم الحقول هي داخلها بسبب تمين حوض وادي الرافدين اللي هو بسبب تمين بيسن وحوض قطنية. حوض قطنية اللي هو نسميه احنا زبير صبزون، يعني بسبب تمين قسم الأقسام احنا نسميه زبير صبزون، وعالميا يسموه قطنية، حوض قطنية اللي هي جنوب العراق، مجموعة حقول النفط اللي موجودة بالجنوب اللي من ضمنها رميلة والزبير وهاي الحقول، وحزام زاغروس على المنطقة الشرقية من العراق المحاذية مع إيران، زاغروس فولد بيلت اللي هي منطقة الاصطدام بين الصفيحة العربية والصفيحة الإيرانية. تم إفراع اكتشافات نفطية وغازية على المنصة العربية اللي هي المنطقة الغربية من العراق على طول الجانب الغربي من الجبل الأمامي لحوض وادي الرافدين اللي تسميه ويسترن فلانك أوف ميسوبوتاميان فوردي. لحد الآن الاكتشاف المؤكد هو حقل واحد، حقل غاز واحد، هو حقل عكاز غرب العراق اللي اكتشف عن طريق الصدفة طبعا، كان يحفرون بير ماء ارتوازي لأحد الفلاحين، وهذا الفلاح دخن جيجارة وفجر الغاز اللي كان طالع.
بعدين اكتشفوا حقل غعكاز اللي يحتوي على النفط، سويت نفط، سويت الغاز العفو، غاز الحلو اللي هو من الغاز نوعيات جيدة جدا اللي ما يحتاج أي معاملات، يعني بإمكان نستخدم غاز عكاز في إنتاج الكهرباء والصناعات بدون أي معاملات، يعني مجرد ما نأخذ من الحقل مباشرة نستخدمه. بالإضافة احتياطات المعروفة يقدر إجمالي، إحنا نشوف هالأرقام يعني قد تكون يعني مبهرة في بعض الأحيان عن ثراء العراق الحقيقة من الثروات النفطية. هالخارطة اللي أمامكم هاي تقسيمات المسح الجيولوجي الأمريكي للعالم، قسموا العالم إلى وحدات يعني شو نسميها بروفاينز، يعني شو الأنظمة البترولية، على اعتبار كل منطقة تختلف نفط عن المنطقة الأخرى. وفي أرقام كل منطقة طرقهم مثل ميسوبيتاميا بيسن طرقهم 2024، زاغروس 2030، زاغروس اللي يشمل العراق وبعض مناطق تركيا وإيران، ميسوبيتاميا أيضا يشمل العراق ويشمل الكويت والخليج العربي وحقول الخليج العربي كلها. فمن راح نتحدث عن احتياط النفط راح نشخص ونقول وين موجوده بأي مكان، فحتى بس تتخيل انه ميسوبيتاميا وين صاير، زاغروس وين صاير، ومنطقه وين صايره. احتياط النفط والغاز غير مكتشف للانظمه البتروليه الثلاثه، عندنا ثلاث انظمه بتروليه بالعراق اللي هي البالزويك والجوراسيك والطباشيري. يعني باعتباركم انتم مهندسين وما تعرفون يعني اكيد دارسين جيولوجي او ربما معرفتكم بالجيولوجيا قليله، هنا البالوزويك هي العصر القديم اللي سوى السورس يعني المصدر، صخور المصدر هي من العصر القديم اللي سوت لنا اكثر شيء. البالوزويك هي المنطقه الغربيه اللي هي منتجه للغاز والنفط الخالي من الكبريت، والجوراسيك يعني الفتره اللي وراها نسميه أكو العصر القديم والعصر المتوسط والعصر الحديث. الجوراسيك هو العصر المتوسط هو الطباشيري والتيرشيري الحديث. إذن الاحتياطيات نفط والغاز غير مكتشفة دلشي هسه، مو المكتشف مثل ما تحدثنا قبل شوية، بالعراق هو من 14 إلى 84 مليار برميل نفط، الاحتياط النفط اللي غير مكتشف، وتصل إلى 277 طن مكعب من الغاز الطبيعي. يعني الأرقام اللي ذكرناها سابقا كانت المؤكدة والمكتشفة، الآن نتحدث عن احتياطيات المؤكدة اللي هي هاي الأرقام تقريبا يوصل إلى 4.8 مليار برميل نفط و277 طن مكعب من الغاز الطبيعي. يعني الأرقام بصراحة مذهلة، خاصة الغاز الطبيعي اللي احنا نستورد الغاز حاليا في الوقت اللي احنا عندنا إمكانيات ضخمة جدا من الغاز. المكتشف من التراكيب الحاوي على الهيدروكربونات عددها 256 تركيب، لا يزال 370 تركيب بدون حفر إلى الآن. يعني التركيب ستركتشر اللي هو يصير حقل النفط، الحقل النفط هو عبارة عن ستركتشر، عبارة عن طية نسميها احنا حقل النفط، نحفر بها آبار وننتج من عدة. المكتشف الآن هي 256 تركيب اللي احنا دارسينها، اكو 370 تركيب لحد الآن احنا ما حافريه، وقد يحتوي إلى كميات من النفط والغاز يعني بالمستقبل. مثل ما تحدثنا أن العراق يمتلك 6 من الحقول العملاقة جدا اللي يسميه سوبر أجنت. شنو سوبر أجنت؟ يعني الحقول تحتوي على أكثر من 5 مليار برميل نفط و11 حقل عملاق. الحقل العملاق نسميه جنت فيلد اللي هو من 1 إلى 5 مليار، ويمثل 88% احتياراتها القابلة للاسترداد، ويشمل احتياطات المؤكدة البروف مثل ما قلنا المنتاج التراكمي كوموليتيف بروتكشن. من أصل 28 حقل منتج أكو 22 حقل بها عوامل استرجاع ريكفري فاكتور تتراوح من 15 إلى 42 متوسط إجمالي أقل من 30%. يمكن زيادة عمل الاسترجاع طبعا عن طريق مثل ما تعرفون أنتم مهندسين وهذا شغلكم، عن طريق حقن المياه وتحسين طرق استخلاص النفط في الخزانات المختلفة. بالتالي ممكن إذا حسننا إنتاج النفط عن طريق الحقن أو الطرق الهندسية المختلفة، ممكن زيادة احتياطات النفط العراق بمقدار 50 إلى 70
مليار برميل إضافية. 90% من النفط والغاز في خزانات من العمر السينوزويك والعصر الطباشيري كريتيشياس. احنا قلنا العراق العصور الجيولوجية هي العصر القديم والمتوسط والحديث. القديم اللي هو الباليوزويك اللي هو المنطقة الغربية من العراق اللي منضمنة عكاز، والعصر الطباشيري الكريتيشياس طبعا اللي هي وادي الرافدين العصر الكريتاسي، واكو العصر الحديث اللي هي موجودة في زاغروس ومنطقة العمارة. الاحتياطيات النفطية وين موجودة هسه؟ المكامن مالتنا اللي موجودة بالعراق هي اكو مكامن رئيسية بها معظم احتياط النفط والغاز بالعراق، اللي هي تتوزع على صخور كربونية اللي هي مجموعة كركوك اللي هي عمرها مايوسين السفلي أو البوسين في الحقول الواقعة من حزام زاغروس في شمال شرق العراق، وطبعا أكبرها حقل كركوك اللي اكتشف عام 1927. هاي تحتوي كميات ضخمة من النفط. بعد يا صخور بها كميات ضخمة من النفط، صخور كربونية من تكوين المترف اللي هو التورينيان سونيميان العمر مالته، هاي موجودة في حقول داخل بلاد وادي الرافدين بميسوبوتاميا، وأيضا في حزام زاغروس أقارب الطيفي جنوب ووسط العراق، بما في ذلك حقول الرميلة وغرب القرنة ومجنوح الفاي والزبير وإلى آخره من الحقول. وهذا الحقل المشرف طبعا مشهور بجنوب العراق. المكامن الرئيسية الأخرى اللي بالعراق هي صخور الكلاسيك اللي هي يعني هذه تركيبها كربونات الكالسيوم وهذه تركيبها رمل غمال، يعني السيكات المقصود بها مكامن رملية هي تكوين الزبير اللي هو عمره 2000 برمي في الحقول الواقعة داخل حوض وادي الرافدين في جنوب العراق وسط العراق، أيضا حزام زاغروس في جنوب وسط العراق بما ذلك حقول شرق بغداد والرميلة وغرب القرنة والزبير. الزبير أيضا مكمن رئيسي بالعراق. أيضا تتواجد احتياط كبيرة في صخور الكربونات في العصر الطباشيري الأعلى، يعني المشرف احنا قلنا هو كميات نفط فيه موجودة هائلة. التكاوين اللي فوق المشرف اللي هي واللي اسفل تكوين الزبير، احنا قلنا هسه جنوب العراق اكو المشرف كربوني بنفط هواي واكو الزبير كلاستيك بنفط هواي. التكوين اللي تحت الزبير ايضا باحتياطات من نفط بس اصغر من الكميه، واللي فوق المشرف ايضا باحتياطات نفط اصغر من هاي. يعني من التكاوين اللي فوق المشرف الاحمد مثلا والرويله والجنوب اللي اسفل الزبير اكو حقول شو اسمه تكوين اليمامه بها نفط ورطاوي بها نفط والصليبي نفط الى اخره من المكامن، بس ذني اللي حكيناها من الرئيسيات اللي بها اكبر كميه من النفط. حتى هسه نقارن بين الاحتياطيات مالتنا والمنطقه الشرق الاوسط، هاي الخارطه توضح احتياطات النفط والغاز المؤكده في دول الشرق ودخلها تحاليل الجي سي وجي سي ام اس معروفه، راح يطلع لنا النفط منين اجى وايش قد عمره والبيئه الترسيبيه مالته وتفاصيل كامله عن السورس. بس احنا راح نقسم العراق مثل ما مقسم عالميا العراق بثلاث انظمه بتروليه اللي هي of the most petroleum rich countries in the Middle East with multiple petroleum system. العراق طبعا يعتبر من البلدان الثرية والغنية جدا بالنفط بالشرق الأوسط لأنه بصفة متعدد الأنظمة البترولية. يعني هسه حتى الحقل الواحد مثل ما تعرفون الحقل الواحد هسه مثل حقل رمويلة الجنوبي أو الشمالي من نحفر بيض راح نلقى نفط في عدة مكامن، يعني مو مكمن واحد. يعني نلقى نفط بالزبير، نلقى نفط بالنهر عمر، نلقى نفط بالمشرف، نلقى نفط باللور فارس، نلقى نفط باليمامة وبالحارثة وبالسعدي. يعني فالحق الواحد في أكثر من مكمن. فمثل ما تحدثنا قبل شوية قلنا ميسوبوتاميا كريتيشياس تيرشيري بترولم سيستم، واللون الأحمر أو الوردي البرتقالي ما يسمونه هذا اللي هو على اليسار اللي هو البالزويك اللي ضمن حقل عكاز، واللون الاصفر اللي بالنص اللي يشمل جوراسيك قطنيه بريسيان ساركلو نجم بترولم سيستم.
هذول دشفون الأنظمة البترولية المتراكمة، يعني مثلا اللون الأصفر وبالحقيقة يمتد، يعني شوفون ده يمتد فوق اللون الأخضر اللي على اليمين، يعني متراكم يعني متداخل يعني. وكذلك الباليوزويك اللي على غرب العراق أيضا يوصل حدوده إلى الميسوبوتاميا، واضح هذا التداخل مو؟ اللي هو اللو فولدد زون ترياسيك جوراسيك انسكريتيشاس، بقية اللو فولدد اللي هو مينلي تيرشري ميسوبيتامين زون مينلي كريتيشاس. هاي كل واحد المكان مالته وين العالم، قسم العالم الى ثمان مناطق بترولية. العراق طول والشرق الاوسط طارق مثنين، وكل منطقة كل ريجن بالعالم اعطوها رقم. فبالعراق اصبح عندنا ثلاث انظمه بتروليه نسميها تي بي اس توتال بتروليوم سيستم، يعني مختصر توتال بتروليوم سيستم، اللي هو البالزويك من العكاز وجماعه اللي هو غرب العراق حطوا رقم 202301، والميسوبوتاميا اللي من ضمنها القطنيه جنوب العراق اللي هو تي بي اس نظام البترولي 202302، والزاغروس بغرب العراق اللي هنا باللون البرتقالي موجود اللي هو الداخل وين ميسوبوتاميا رقم 203001 بنسمي زاغروس ميسوبوتاميا كريتيشيوس تيرشيوس. ده الكريتيشيوس شنو هو؟ اكو اثنين رقم كريتيشيوس وتيرشيوس اللي هو المكمن والسورس مارك. النظام البترولي شنو معناه باختصار؟ النظام البترولي يشمل دراسة المكمن اللي بينفط ودراسة السورس اللي النفط صار من عدة وتجمع بالمكمن. يعني كل نفط موجود في مكمن لازم نعرف الأصل مالته من إجا وطريقة الهجرة مالته، بس حتى نعرف شلون يصير التقسيم اللي نسميه جيولوجيكال بروفاينس. هاي الخارطة اللي هنا أمامنا، هذه كل منطقة اسمها جيولوجيكال بروفاينس أوف العراق، مقاطعة. هاي المقاطعة هي جزء من نظام البترولي، أيضا أعطوها أرقام. يعني قبل شوية مثل هنا شوفوا اللون الأخضر اللي هو ميسوبوتاميا، هذا اللون الأخضر سوي الماوس. اللون الأخضر يبدي ب 2-0، هذا يبدي ب 2-0، هذا رقم المنطقة. هنا زاغروس بيض، هذا يستمر بالعمارة طبعا ويستمر بإيران. هذه اللي نسميها مقاطعات، نسميها جورجيكال بروفايلز. تحتوي المقاطعات على عنصر واحد مهيمن او عدد من العناصر المتجاورة او الاحواض البيسين الوراثية. كل بروفاينس طوفة رقم فريد لكل مقاطعة جيولوجية. الرقم الاول هو رقم المنطقة ريجين، احنا مو قلنا العراق هو الطو اكو ثمان ريجين بالعالم، العراق الطو رقم اثنين، فدائما نكتب رقم اثنين بالبداية دلالة انه الريجين يا هو رقم اثنين هو المنطقة. بس مثال التي بي اس اللي تحدثنا عليه 202302، شنو هالارقام؟ الارقام الاثنين اللي على اليسار اللي هي الريجن اللي هو بالعالم، الريجن هو احنا اثنين العراق والشرق الاوسط. البروفاينس الاربع ارقام اللي ورا اللي هي 0230 هاي بروفاينس، اللي هي وين مؤشره بالخارطه اللي على اليمين، كل واحد له رقم 2042، كل واحد كل بروفاينس له رقم. والاثنين الاخيره الرقم اللي على اليمين هو التي بي اس، يعني الرقم النظام البترولي اثنين. فمن يكون الرقم 202302 اول اثنين على اليسار هو الريجن اللي هي رقم اثنين من اصل ثمانيه اللي هي العالم تقسم لها ريجن، والبروفاينس اللي موجوده على اليمين هسه اللي موجوده تهدر رقمها، واللي اليمين هو الرقم النظام البترولي. هاي مره عليكم مو هاي الشغلات؟ نعم دكتور. نعم دكتور. هسه مثل ما قلنا الصفوف المصدرية عرفناها شنو؟ هو يعني هي مو شغلكم يمكن انتم بالهندسة النفط، بس لازم تعرف انه كل نفط موجود، يعني حتى لو كان قطرة طفر وحدة
حتى لو قطرة نفط، حتى لو قطرة من الجير، حتى لو من السيبج، يعني هاي تمثل نظام بترولي كامل. ولا هذا النفط منين اجى النفط؟ لازم اكو صخرة مصدرية ولدت النفط، ولازم صار هجرة من المنطقة المصدرية إلى هاي النقطة، ولازم أكو فد طبقة مكملية أو طبقة ناقلة مشتها، ولازم أكو فد سيستم من الضغوط والحرارة اللي خلت الهجرة تصير بهالشكل هذا. فإذا كل نفط هو نظام، كل نفط هو إلى نظام بترولي معين. فمعظم النفط والغاز اللي تم اكتشافه بالعراق قد ولدته صخور الكربون الغنية بالمواد العضوية، ومصدر صخور مصدر جراثيم تكوين سارجلو. وهذه الصخور ذات انتشار واسع على امتداد مواد الراكدين. السارجلو طبقة صخرية مصدرية بالعراق موجودة، تمتد من جنوب العراق إلى شمال العراق، وتمتد أيضا باتجاه السعودية والكويت والمناطق واسعة الانتشار. السارجلو هو اللي كون نفط، كميات هائلة من النفط في شمال العراق وجنوب العراق. إضافة لذلك أكو المكمن صخور السلي واليمام أيضا النفط. دراسات الحديثة أكدت مساهمة الصخور مثل ما قلنا السلي واليمام والزبير في توليد النفط. هاي دراساتنا الحديثة اللي وراء 2003 قمنا بها، إحنا مجموعة من جبتها بالعراق أكدنا عليها. هاي الصخور باللون الأزرق الموجودة هاي امتداد الصخور الجراثية اللي كونت النفط بالعراق. اللون الأزرق هي الصخور اللي هو أرجيلكس لامستون، يعني بها لامستون بها أطيان ومارل يعني، وهي شو اسمه. واللون السمائي اللي هي ساندي مارلي أند ريجيوس لامستون، هي اللي كونت النفط بالعراق، وهذا امتدادها الموجود. فأنت تكوين سارق للجراس الأوسط وتكوين نوكريكان الجراس العلوي الجزء أكبر من النفط، اللي هذا النفط بعدين جهزت به المكامن في حوض وادي ضاف الجيمس والفيتامين وحزام وهيغروس المطوي. وايضا هناك مساهمات الصخور المصدريه الاخرى، هل انه بس هذا السارق لو كون النفط؟ لا، وانما صخور اخرى مثل تكوين السلي وتكوين اليمامه والزبير، هاي ايضا فيها مواد عضويه. اذا السلي واليمامه والزبير هي مكامن من النفط، فيها نفط، وايضا هي بها طبقات من السورس اللي كونت النفط. السمك تكوين السارق له هو يتراوح طبعا من 100 الى 400 متر في جنوب حواد الرافدين، ومن 100 الى 200 متر على طول منحدر زاغروس الامامي على اليمين او على الشرق من العراق، وفي الجزء الشمالي من حزام المطول. فاذا السمك الكبير اللي هو من 100 الى 400 متر من الصخور المصدريه، يعني قد ولدت كميات هائله من النفط. الشيء اللي يعني اللي غير معقول انه النفط بالعراق عندنا كمياته كلش هائله، يعني ما يقدر تكوين السارجلو يكونها لوحده، يعني لان احنا عندنا كميات هائله من النفط. من ناحيه الثولوجيه الصخريه فان السارجلو متماثل الى حد ما في جميع انحاء المنطقه، ويكون من الحجر الجيري والبيتيومين والصخر الجيري، عاده ما يكون القسم السفلي البالغ 40 متر وامكانيات مصدريه عاليه. إذا الأربعين متر السفلية من تكوين السارجلو هي أكثر الطبقات يعني جودة مصدرية، اللي هي تقريبا يعني كونت غالبية النفط. أكو تكوين آخر فوقها نسميه تكوين نوكليغان. هذا التكوين عبارة عن مقطع يتراوح سمكه بين 5 إلى 45 متر تقريبا، يتكون تكوين من دولومايت البيتيوميني والحجر الجيري والصخر القاري درجة صعودا. ايضا يعتبر من الصخور المصدريه. احنا شلون نقيس الصخور المصدريه؟ اكو فد عامل اسمه اتش اي، الاتش اي هو معامل الهيدروجين اتش اندكس، على اعتبار ان الهيدروكربونات اساسه هو هيدروجين وكربون. السارجلو والنوكليكان التي او سي اللي هو كميه الماده العضويه تقريبا 600، بناء على متوسط تكوين الكيروجين في صخور مصدر تتراوح قيم الـ HI الاندكس طبعا في التكوينات اقل من 100 الى اكثر من 600. طبعا الـ H اندكس هو اللي يكون نوعية نفط. انتم سامعين اكو نفط ثقيل واكو نفط متوسط واكو نفط خفيف. كل ما يكون الـ H اندكس عالي يعني صار 900 مثلا 800 600 راح يولد لنا يعني بيكوروجين رقم واحد، اللي هذا غالبا ما يولد النفط الخفيف.
النفط الخفيف اللي اي بي اي مالته يوصل 40 و50، اللي هو حتى بالسوق يكون اغلى من النفط المتوسط مثل اليمامة. نفط المتوسط 18 20 اي بي اي مالته، اللي هو يعني الاتش اندكس مالته تقريبا 30 200 بهالشكل، الى ان يصير النفط الثقيل اللي يكون الاتش اندكس مالته قليل اكثر من هاي الكميه. عفوا دكتور، اذا ممكن رئيس نعم. 5 دقائق اللي يسجلون حضور الطلاب. يلا اوكي 5 دقائق. اوكي تمام. عمرك خسك لو تعبك. تقدر تنزل هاي المحاضره بي دي اف حتى نقدر نستفاد منها او مراجعه لها؟ يا عادي ممكن انزلكم اياها على ال ادزها للولد هذا اللي اتصل بي. شكرا. انا وين تعبك. لا بالعكس، يا معلومات يعني انتم هندسه النفط ما تجون على الصخور المصدريه وهاي تدرسوها لو ما تدرسوها الامور مو صراحه دكتور بس من المرحله الاولى وتركيزنا هو على الاحفر والانتاج. هو يعني لازم تعرف النفط اللي بالمكمن منين اجى وشلون صار وشلون هاجر، يعني هو مترابط، العلم مترابط. هو الجوج النفط ايضا باتجاهات كثيره يعني كاختصاص اخر يعني. لذلك قلت لك ادزها لنا هاي الملزمه حتى نستفاد منها. اسوي لكم بي دي اف وادزها للولد ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، شكرا. يلا استراح لكم 5 دقائق.
عفوا دكتور، تقدر تكمل المحاضرة، سجلها وحضور الطلاب. اوكي. هسه احنا راح نتحدث احتياطات كل نظام بترول هسه بالعراق، راح نقسمه الى احتياطياته. حتى ما نطول عليكم لان ادري بكم صايمين وهسه انتم تطلعون تمشون يجوز، فراح هسه احنا نلخص الانظمة البترولية كل واحد وايش قد بي نفط، ايش قد بي امكانيات. هسه مثل ما شفتوا هالخيط اللي امامكم هسه، هذا التوتال بتروم سيستم اوف ايران، يعني الانظمه البتروليه الرئيسيه بالعراق، اللي هي لوناها بثلاث الوان، اللي هو تي بي اس 2 طبعا هو الريجن قلنا، والصفر 23 هو البروفاينس، والواحد هو النظام البترولي اللي هو الوردي، اللي هو شرق العراق، الغرب العراق، المنطقه الغربيه تشمل الصحراء الغربيه بالعراق وجزء من السعوديه وجزء من سوريا والاردن، اللي هو يعني يعتبروه واعد الغاز بالعراق. احنا نكشف بس حق الواحد وحق العكاز، واكو حق الخليصة ايضا لربما يكون منتج الغاز. فهاي المنطقة هسه حاليا شركات النفط بالعراق بدها تحاول تدرسها حتى يعني تتوقع كميات ضخمة جدا من الغاز الطبيعي. بس هسه على المعلومات الداتا اللي عندنا هسه حاليا موجوده، نسميه هذا النظام القديم البالزويك اللي هو اقدم نظام بترولي. يعني اقدم نظام بترولي نقصد به الصخور المصدريه والمكمن اللي موجود بالمنطقه هاي، هي من العصر القديم اللي نسميه البالزويك، اقدم عصر موجود جيولوجي بالعالم. يعني سموه على اسماء الحقول مثل قصيبه بالسعوديه وعكاز وابا، لان المناطق احنا قلنا يشمل العراق والسعوديه والسيسم. الاحتياطات اللي بالنفط تقريبا 3.1 مليار، والغاز 68.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. اذا تشوفون كميات النفط يعني جدا قليله قياسا الى كميات الغاز، ولهذا السبب نتوقع هذه المنطقه تكون منتجه للغاز اكثر ما هي منتجه للنفط. وحتى النفط الموجود بها هنا طبعا يكون نفط من النوع الخفيف السويت اللي فيه نسبة كبريت قليلة. مثل ما تعرفون النفط كل ما يصير به نسبة كبريت يسبب مشاكل حتى بالإنتاج وبالتصدير، ويحتاج إلى معاملات، مو مثل النفط اللي ما به نسبة كبريت. هاي المنطقة نفطها يكون نسبة كبريت كلش قليل، والاي بي اي مالته عالي، يعني نفط خفيفة جدا، ومنتج الغاز الطبيعي كميات هاي من نفط الغاز الطبيعي. فإذا تشوفون المنطقة الوردية هسه اللي أمامكم بالخارطة، هي توصل تقريبا لحد الميسوبوتاميا، تتداخل الميسوبوتاميا المنطقة. يعني هاي المنطقة المتداخلة ممكن نلقى بها غاز طبيعي من البالزويك، وممكن نلقى بها نفط من العصور الوسطى اللي موجودة المتداخلة. أما الماء متداخلة هاي لا، هي تكون منتجة للغاز أكثر من ما إنتاجها للنفط. النظام البترولي الثاني اللي هو توتال بترول سيستم الاثنين مع الثلجي مثل ما قلنا 0.23 و 0.2 رقم النظام البترولي، اللي هو نسميه جوراسيك قطنية بريسيان ساركلو نجمة بترول سيستم، اللي هو يشمل حوض وادي الرافدين مسوبيتاميا اللي هو لونه تقريبا ازرق سمائي. وهنا انتم تشوفوا اللون السمائي منطقه قليله، بس هي متداخله ويا الزاغروس. اعتقد الشكل واضح، مو اللون السمائي متداخل ويا اللون الاخضر تشوفونه، يعني المتداخل راح ياخذ صفات من البتروم سيستم الاخير اللي هو الزاغروس، وياخذ منه مسوبيتاميا. بس الزرقاء، بس الزرقاء لا، هو هذا صفات البترول سيستم اللي هو جراسه قطنيه بريسيان ساركلون اسمه. هاي المنطقه طبعا بها 9.2 مليار، يعني بها احتياطات نفطيه كبيره يعني. بس الغاز ايضا متواجد هنا، الغاز تقريبا 32.8 تريليون قدم مكعب من الغاز. يعني احنا نتوقع العراق ما بيه غاز مثلا لان نستورد غاز، بس بالحقيقه هي هاي الموجوده الحاليه. هاي الاحصائيات طبعا بدنا نتحدث عنها، هي قبل احصائيات جداول التراخيص. صراحه ما لحقت اضمن المعلومات الحديثه، بس نشوف ان احتياطات الغاز
هي كلش ضخمه بالعراق يعني. النظام الاخر اللي هو الثالث، قلت ثلاث انظمه رئيسيه بالعراق، الثالث هو نسميه توتال اوتونوم سيستم 2030-01 اللي هو زاغروس، اللي هي المنطقه المحاذيه لايران والداخله وين مسوبيتامين، اللي هي النفط مالها كريتاسي يعني العصور الوسطى والتيرشري العصر الحديث. هنا النفط تقريبا كلش هواي، تقريبا 71.7 مليار برميل نفط، بس الغاز ايضا كميات مخيفه من الغاز تقدر ب 227.7 تريليون من القدم المكعب من الغاز. تشوفون امكانيات يعني غازيه ضخمه جدا عندنا بالعراق موجوده ومتوفره اضافه للنفط. وهاي الانظمه البتروليه الثلاث. تاريخ الانتاج بالعراق البرودكشن والقدره الانتاجيه نسميها بروتكتيف كاباسيتي في العراق. بدا الانتاج الفعلي عام 1727 مثل ما قلنا في حق النفط ثاني بمعدل 1100 برميل باليوم. في عام 1934 تم وضع حق الكركوك باحتياطات اوليه قابله للاسترداد من 16 الى 25 برميل 1000 برميل مكافئ قيد الانتاج، وبالتالي رفع انتاج العراق الى اكثر من 70,000 برميل يوميا في عام 1935. بعد ذلك ظهرت حقول اخرى في الانتاج وزادت قدره انتاج العراق بشكل كبير. على سبيل المثال الزبير تم اكتشافه 1950 والرميل عام 1954 وباي حسن 1960، فبلغ انتاج العراق من النفط ذروته عند حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم. هذا الحكي عام 1979، يعني ب 79 احنا انتجنا 3.5 مليون برميل، وهسه حاليا احنا ايضا نصدر 3.5 مليون برميل باليوم. في الوقت هسه احنا عندنا عشرات الحقول من النفط تنتج نفط يعني، بس ما اعرف وين تروح. في ذلك الوقت كانت كركوك تنتج وحدها 1.4 مليون برميل في اليوم، والرومانة وحده ينتج 1.5 مليون برميل في اليوم. اذا تلاحظون ان الحقلين الرومانة وكركوك ينتجون تقريبا حوالي 3 مليون برميل باليوم، اللي هي حصة العراق بتصدر من النفط. يعني بإمكاننا نصدر حصتنا من النفط من حقلين بس يعني، وبقية الحقول نقدر نقعدها ما ننتج من عندها. بس العراق ده ينتج هسه من كل حقول النفط، والحصة مالتنا نصدر من عندها تتراوح من 3 إلى 4 مليون برميل باليوم. الشكل اللي مجاور نشوف كمية الإنتاج عبر السنين، يعني 1920 كان انتاج ما عندنا تقريبا 35، صار انتاجنا 10,000 وصار 100,000، وممكن ان يصير عام 2000 يعني تتوقعون يصير الانتاج فوق ال 8 ملايين برميل باليوم. يعني يفترض هسه احنا بال 2000 شوف بال 2000 هنا الانتاج تراجع ورا ال 2000 لان صارت الحرب الاحتلال الامريكي قل النفط به، وتشوفون منطقه بالتسعين ايضا الانتاج قل. المهم انه احنا ممكن نصدر هسه حاليا وفق امكانياتنا هسه الانتاج الحالي تقريبا بحدود 9 مليون برميل. هسه حاليا ينتج العراق بحدود 9 مليون برميل نفط باليوم الانتاج الحالي. يعني التصدير الرسمي هو طبعا مثل ما قلنا من 3 الى 4 مليون برميل باليوم الرسمي. كان من المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية المستدامة للعراق من مليون برميل باليوم الحالي إلى 2.5 مليون برميل في اليوم عام 2004. أكو شركات النفط العراق، شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال، كانوا يعني قبل جواز التراخيص، هي تدير قطاع التنقيب والإنتاج. يعني هم دول الشركتين بالعراق لحد قبل ما يصير الاحتلال الأمريكي، وذن الشركتين من السبعينات من 73 ولحد دخول القوات الأمريكية كانت شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال هي اللي تنقب عن النفط. هي اكتشفت هاي الحقول النفطية العملاقة وهي المسؤولة عن إنتاج الملايين من البراميل.
وهم يخططون لإعادة الطاقة الإنتاجية للمنطقة الشمالية إلى حوالي 0.93 مليون برميل في اليوم، وزيادة قدرة المنطقة الشمالية من 1.5 إلى أكثر من 1.7 برميل في اليوم، كما تخطط وزارة النفط العراقية استعادة الطاقة الإنتاجية قبل 1991 البالغة 3.5. يعني احنا قبل التسعين، قبل الحصار بالتسعين، كان العراق ينتج 3.5 مليون برميل صادرة باليوم خلال فترة من 2004 إلى 2005. فهسه طبعا لا يزال العراق يا حصة اللي صدرها، بس هسه دا ينتج هواي. يعني النفط الخام الحاوي على الكبريت في العراق، تنتج معظم حقول النفط العراقية خام حاوي على الكبريت في حدود 0.7 إلى 4% قيارة، اللي هي 7%. معظم جنوب العراق النفط بكبريت نسبة 4-3% 5% بهالشكل، بس القيارة الكبريت بعالي 7%، لأن أكو هناك خامات من الكبريت هواي، تعرفون بالقيارة منطقة الشمال أكو هناك يعني كميات كبريت كل شيء هواي، وكان في حقل المشراق كان تجون الكبريت. العراق ينتج الكبريت في الصحراء بالسبعينات والثمانينات من هاي المنطقة، ويصدر الكبريت خارج العراق. عدد قليل من التكوينات المنتجة للنفط تنتج النفط الخام الحلو، يعني اللي ما بي غاز، اللي ما بي كبريت، مثل حقل جنبور ينتج من تكوينين الخام الحلو من الطبقة الثالثة الضحلة، عمق حوالي 4400 متر، والخام الكبريت يعني عمق العصر الطباشيري 5000 متر. يعني نفط ب كبريت قليل. وايضا في مناطق العصر القديم، قلنا المنطقه الغربيه من العراق في حقول الصحراء الغربيه، اكو نسبه منخفضه جدا من الكبريت، بس هي هاي النفوط اللي هي حقل عكاز وجماعته هاي من غير منتجه لحد الان، رغم انه النفط بها درجه يعني خفيف وخالي من الكبريت. يتطلب النفط الخام من تكوين الدهن الوسيط وحقبة الحياة الحديثة تجريد الـ H2S طبعا من المعالجات قبل الشحن. احنا H2S هو هذا اللي يسوي ضرر الصناعات النفطية، فلازم احنا نعالج هذا النفط او الغاز حتى نطلع H2S حتى يصير حلو. تصميم مرافق لرؤوس الابار ومحطات فصل الغاز، فصل النفط والغاز وخطوط الانابيب ومواصفات التكرير، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار محتوى السوائل من كبريتيد الهيدروجين، لأن هذا مثل ما تعرفون الكبريت يسبب مشاكل كبيرة. أيضا في جنوب العراق عدد تكوين اليمامة أيضا ينتج نفط تقريبا حلو، نسبة الكبريت مالته قليلة، يعني تتراوح أو بوينت يعني أو بوينت 2% من الكبريت، أقل من بقية الحقول، لأنه حقول مكام اليمامة النفط مالته الـ ABI يوصل 40-45 تقريبا. هسه احنا غطينا اليوم محاضرتنا اليوم يعني بشكل عام تاريخ، يعني اكثر هو تاريخ الاستكشاف والانتاج بالعراق والتصدير، وحكينا بشكل عام عن الانظمة البترولية وكل نظام بترولي ايش قد بي غاز وايش قد بي نفط، وش قد المؤكد الاحتياطي وش قد المحتمل وش قد المتوقع. يعني احنا ان شاء الله باكر راح ندخل بتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، وممكن نعدل بالمحاضره حسب حاجتكم انتم ورغبتكم في نوع المعلومات اللي تردوها. يعني فاتمنى اسمع رايكم بالمحاضره، يعني مدى استفادتكم من عندها، واذا اكو اي سؤال ممكن نجاوب عليه انا راح اكون ممنون لكم جميعا، واتمنى تكون استفادتوا من هاي المحاضره اللي عدت على عجل شويه. اسمع منك دكتور، في السؤال قبل لا تروح، قبل شوي قلت لي تصدير العراق الرسمي 3 مليون برميل زين، وقلت الانتاج الرسمي 8 مليون زين، البقيه وين تروح؟ والله ما ادري احنا زين وين تروح يا تفتيم؟ ليش والله ما ادري، احنا نحكي من ناحيه علميه انه الرومانة الجنوبي وحده 1.5 مليون، وكركوك واحدة 1.5 مليون، لأن فيها 3 ملايين. زين نصدر 3 ملايين. زين نصدر 3 ملايين، إيش معنى 3 ملايين؟ ليش ما نصدر أكثر؟ وهو سوق يعني عرض وطلب. منظمة الأوبك مثلا والأوبك تجتمع وتشوف حاجة السوق إيش قد مثلا يحتاج،
مثلا خلينا نقول 20 مليون برميل باليوم. اذا نزيد دول المنتجه نفطها تصدر اكثر من هذا الرقم ويخفض انتاج النفط يصير رخيص. وهواي صارت مره وصل 8 دولار للبرميل من الدول ما التزمت بالانتاج. هسه بالوقت السابق قبل كم يوم النفط نزل، كان النفط 120 و110 في الايام زمن الكاظم وهاي المناطق. صار نحن سنه ونص العراق يبيع نفط فوق ال 120 دولار للبرميل واحد. هسه نزل النفط صار ب 70 75، فالدول المنتجه قررت ان تقلل الانتاج، تقلل المعروض من السوق حتى يصعد نفط من جديد. فالعراق مثلا يقول تصدر 4، السعوديه تصدر 8، على ما تصدر يعتمد على احتياط النفط. يعني الدوله اللي بيها نفط هواي تصدر مثل 4، اكو دول تصدر 3 2، على ما يعتمد على كميه النفط الموجود باحتياط. فاحنا حصتنا بالعراق اعتقد من 3 الى 4 مليون نصدر باليوم. ما نقدر نصدر اكثر. تمام بس اوكي. بالوقت هسه احنا كل الحقول الجنوب بدها تشتغل. كل حقول النفط بالجنوب والشمال وكردستان انتاج اصلا يعني مبالغ به. يعني حتى الشركات الصينيه اذا تنتج من مكامن انتاج يعني مبالغ به لدرجه انه دمرت المكامن. يعني تعرف الانتاج مثلا كل مكمن ينتج خلينا نقول مثلا 50,000 برميل باليوم امكانيته، يعني ينتج 50. الشركات الصينيه تنتج 80، تنتج 100 من عده لانه مالها عمك ما يهمه بس تنتج تبيع. فبصراحه يعني انا اتوقع هسه انتاج النفط بالعراق اليوم فوق ال 10 مليون برميل باليوم. اتوقع انت بالشكل. شكرا. بس سؤال هم ثاني، تكوين تكوين الصخور مال بالعراق قلت الطباشيريه والجيروسيه. يعني ان اكو مصطلحين، اكو التركيب الصخري مثلا كربونات الكالسيوم اللامستون نسميه. النفط موجود بنوعتين من الصخور بالعراق، اكو لامستون كربونات الكالسيوم اللي هي مشرف وغير مشرف جماعته، واكو تراكيب رمليه كلاستيك يعني رمل اللي هي الزبير ونهر عمر ذني الرمليات هاي كليثولوجي. كعمر احنا عندنا مثلا الباليزويك هذا العصر القديم اللي هو الاردوفيشي والسيلوري هذا اللي موجود بالصحراء الغربيه على اليسار، ووسط العراق احنا عندنا العصر الوسيط اللي هو يشمل الجوراسيك والكريتيشيوس ذني المكان بالكريتيشيوس العمر، وكل حديث العصر هذا نسميه تيرتشري اللي موجود بالعماره ينتج مثلا وبالشمال بكركوك هذا نسميه الميترش العصور الحديثه. يعني كعمار يعني مكمن الى عمر، اكو مكمن قديم مثلا البالزويك بالعكاز الغاز موجود بال اعتقد مكمن العكاز، العكاز هم مكمن يعني صخره اسمها العكاز هاي يعني عمرها قديم بالزويك. مثل مشرف عمره وسيط كريتيشياس مثلا، اكو نفوط بكركوك الصخرة حديثة تيرتشري يعني ايش اعمار هاي نسميها. نعم دكتور الاحتياط النفط للعراق همين اكو دراسة الى من توقع يعني بعد كم سنة ويخلص يعني. يعني احنا الحد هي على من تعتمد؟ تعتمد على الارقام الموجودة المعلنة. يعني لحد 2004 احنا منتجين 25 مليار برميل من النفط. يعني احنا من نقول مثلا العراق نقول امكانيه احتياطيه مثلا 150 مليار منتجنا 25 مليار، ايش قد بقى يعني بقى هاي. بس المشكله من 2004 لحد اليوم ماكو احصائيات حقيقيه على الانتاج. يعني هسه وزاره النفط بدها تعلن مثلا بيع، هسه لو تطب على موقع وزاره النفط راح تلقاها تبيع نفط حدود 3 ملايين الى 4 ملايين برميل باليوم تبيع يعني. بس الحقيقه المنتج هسه هو اكثر، لانه من ناحيه منطقيه مثل ما قلنا اذا اكو بس حقين ينتجون 3 ملايين، زين هسه احنا عندنا فوق ال 50 حق النفط دا ينتج. ايش قد اكو انتاج بالعراق هسه هاي ال 20 سنه هسه اللي صارت من 2003 لليوم؟ العراق ايش قد انتج؟ يجوز انا اتوقع بهالعشر سنين العراق من عمره كله من اكتشاف النفط لحد 2004 صدر 25 مليار. يجوز بهالعشرين سنه الله اعلم ايش قد صدر يعني حتى نقص من احتياطي. بس هو بكل حال من الاحوال يجوز بال 2030
35 اذا تبقى هاي الشركات التراخيص تشتغل بدون رقابه، وخلينا نحكي بشكل حقيقي نقول تهريب النفط، يعني خلينا نحكي، يعني احنا ما ندخل بالسياسه، بس بكل الاحوال لازم اكو احصائيات حقيقيه حتى نقدر نحسبها. يعني ما اعتقد اكو احصائيات حقيقيه موجوده بس خلاص النفط زين. المهندس النفط وين يروح؟ مهندس النفط اصير مهندس ميكانيك. او بالمناسبه هسه النفط بتدري الدول العظمى هسه بدات تشتغل على غير شغل، قاموا تدور مصادر طاقه اخرى، طاقه نظيفه، الطاقه الشمسيه، الطاقه الكهربائيه، الطاقه ما اعرف شنو، على مود تقلل مصادر، تقلل من اعتماد النفط على الاعتماد على النفط. بس بالحقيقه انا اتوقع النفط يبقى له قيمه لحد اخر قطره نفط موجوده بالعالم، وكل الحروب اللي تصير بالعالم هسه كلها على مصادر الطاقه. يعني امريكا احتلت العراق مو حتى تخلصنا من صدام حسين، وانما حتى تضمن الامكانيات الضخمه للعراق مفتوحه وتصدير. يعني هسه اقدر اشبه لك، يعني هسه مثلا منظمه الاوبك نزلت الانتاج مليونين برميل باليوم على امل يصعد النفط من 70 دولار الى اكثر، مثلا مليونين برميل وزعتها على الدول. اذا العراق هرب مليونين برميل يعني معناه راح يبقى النفط نازل، يعني تهريب النفط ينزل سعر النفط. بس كردستان تصدر نفط بكيف، احنا نقول تصدر 250 الف برميل باليوم، بس انا متاكد يعني كردستان صدر هسه اكثر مليون ونص واحد، يعني بدها تصدر تركيا. طبعا تركيا بايش تحسبه؟ هذا كله يعتبر نفط مهرب. النفط المهرب ما راح يعني ينباع بنفس سعر النفط، اذا النفط 120 دولار مثلا، النفط المهرب ينباع بنسبة 40 ب 50. فوجود النفط الفائض المهرب بالاسواق العالميه يخلي النفط دائما منخفض يعني سعر مالته. إضافة هو هدر للمال العام. يعني الغاز الحلو منين وين نلقاه؟ يعني الغاز الحلو قبل شوي شرحت علي قلت الغاز الحلو موجود. احنا قلنا شلون نعتبر الحق الغازي او نعتبره حق النفطي؟ من نسبة انتاج الغاز الى انتاج النفط. مثل حق العكاز ب 250 مليار 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز طبيعي، النفط اللي بيه قليل يعني فيعتبر حق الغاز. هذا سويت ما بيه كبريت، يعني غاز عكاز ممكن نستخدمه بالصناعات، نولد كهرباء، محطات الكهرباء بالعراق تعتمد على الغاز الايراني مثلا، بامكان ياخذون حق العكاز ويشتغلون على الغاز اللي يسموه حلو. احنا عندنا 11 حق الغاز بالعراق، معظمها تنتج الغاز الحلو مثل المنصورية بديالة، هسه الأحداث السياسية بديالة معظمها بسببها بسبب وجود الغاز، لأن الغاز المنصورية صار وضع صار جيد بالبديالة وأنتج حق المنصورية الغاز الطبيعي اللي هو قريب على بغداد وقريب على محطات الإنتاج، لربما ما راح نستورد الغاز الإيراني. فهو اللي يصير بالعراق هسه مجرد صراع على صراع اقتصادي، يعني يعني تركيا وايران وامريكا واسرائيل. اكيد العراق دائما يعني ما يستفاد من ثرواته النفطيه، ولا السعوديه هاي الكشخه مالتها كلها لانه البلد الاول بالعالم بالنفط. العراق ثاني بلد المفروض احنا نصير مثل السعوديه بالرقي والاقتصاد القوي والناس مرتاحه ومتونسه مثل السعوديين، لان احنا ما عندنا بلد نفط قد السعوديه احنا عندنا. بس هاي الدول دائما تكون حريصه تضعف الناس حتى تبقى تستفاد هي يعني من ثرواتنا. فهسه مثلا تركيا يعني بتاريخ تركيا من تاسست اليوم ما تحلم انه تمتص ثروات العراق بهذه الطريقه. كردستان يصدر نفط تبني بنيه تحتيه، وكذلك ايران طبعا، وحتى اسرائيل نفس النفط كردستان يروح لاسرائيل يجي نفط بلاش. نعم احنا صنفنا له علاقه بالسياسه، بس احنا خلونا بالجوانب العلميه، احنا ما لنا علاقه بالسياسه. اذا اكو بعد سؤال عند احد الاخوه الزملاء. دكتور شكرا، تعبناك اليوم. شكرا جزيلا دكتور، تعبناك والمحاضره جدا قيمه الصراحه.
جدا سعيد انه التقي بكم، يعني كل الشكر لك. تشرفنا بك دكتور، اتمنى تكونوا استفادتوا من هاي المحاضره، وان شاء الله يعني باكر هم نشوف لنا موضوع نتحدث به حتى نقدر نفيدكم اكثر يعني. وانا اشكركم بس جدا على حضوركم يعني. دكتور ونون تعبك بعدهم مره، بس نزلنا المحاضره حتى نقدر نستفاد منها او مراجعه لها ان شاء الله. هو راح اسوي بي دي اف وادزها هذا الولد. حاشتي لك دكتور. يلا انا حاضر لخدمتكم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور ماطر. جزيل الشكر دكتور. رمضان رمضان مبارك ان شاء الله وصيام مقبول للجميع. علينا عليكم دكتور. شكرا جزيلا. Mm-hmm.